حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكدت لجنة النزاهة النيابية أن المتورطين بسرقة القرن أحرار ويمارسون أعمالهم بحرية، مؤكدة عدم امتلاكها أي معلومات كافية عن ملف سرقة القرن. وقال عضو اللجنة باسم خشان إن المتهم الأول بسرقة القرن نور زهير حر طليق رغم كونه المتورط الأبرز بالسرقة، متسائلاً عن سبب السماح له بحرية الحركة على الرغم من الاتهامات الموجهة إليه بأنه لعب دوراً رئيساً في السرقة. هذا وأثارت قضية سرقة الأمانات الضريبية سخطاً شعبياً في العراق، حيث تم الاستيلاء على ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار. أكد خبراء اقتصاديون أن نحو 90% من المصارف في العراق هي وهمية ومؤقتة وتابعة لأحزاب السلطة. وأضاف الخبراء أن هناك أخطاء فادحة بنظام الضوابط تسببت بفقدان ثقة المواطن بالمصارف، وأن من أسباب نفور المواطنين من التعامل مع المصارف عدم استلام المبلغ المودع كاملا وإنما تقسيطه على دفعات. أكد خبراء اقتصاديون أن استمرار مشكلة شركات الصرافة في كردستان العراق ليست في مصلحة البلاد بشكل عام. واعتبر الخبراء أن تذمر شركات الصرافة في كردستان العراق بشأن عدم معاملة البنك المركزي لهم على قدم المساواة مع أقرانهم في وسط وجنوب العراق له بعد سياسي، ويمكن مقارنة هذه المشكلة بموضوع تأخير رواتب الموظفين في المحافظات الشمالية. أعلنت السفارة التركية في بغداد السماح بدخول المواطنين العراقيين إلى البلاد براً وبحراً وجواً. وذكرت السفارة أن المواطنين العراقيين أصبح بإمكانهم الدخول إلى تركيا براً وبحراً وجواً من خلال الحصول على تأشيرة إلكترونية يتم تقديمها عبر الموقع الرسمي للسفارة في بغداد بدلاً من طلب أو الطلبات الورقية، مما سيسهل ويسرع الدخول للعراقيين إلى تركيا. السفارة التركية في بغداد أشارت أيضاً إلى أن التقديم يشمل تأشيرات الدخول لأغراض سياحية ولغرض العمل والتنقل أيضاً. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي. وقالت شركة إن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 64 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 128 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 192 ألف برميل يومياً. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.